اللي هو دكتور نصر، كنا بنتكلم من شوية أنا وحضرتك عن فكرة خط أحمر أو يعني أمن قومي جديد يعاني من التهديد، وخط أحمر جديد بيرسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيه السيناريوهات بقى على بلاطة كده الأول السؤال بالخلاصة؟ اللي حضرتك سألتيه لسعادة السفير، شوفي فتش عن إسرائيل وليه في التوقيت ده الموقف اللي مصر واقفاه في غزة في جانب الأشقاء والضغط اللي إسرائيل بتحاول تعمله عشان التهجير ومصر رفضته وحطت له خط أحمر، لا أستبعد على الإطلاق أن إيد إسرائيل وراء أثيوبيا في دفعها في هذا الاتفاق. وهي إسرائيل ليها قصة كبيرة في إفريقيا بقالها في إفريقيا كلها منذ من قبل يعني من قبل ما تنشأ من 1897 وهم عينهم على افريقيا الحاجات كتير، ومؤخرا حاولوا ينضموا للاتحاد الافريقي وبعد حرب اكتوبر 73 خدوا قرار الا تترك افريقيا، لان اللي حصل في 73 لما اكتر من ثلثين الدول الافريقيه قطعوا علاقاتهم باسرائيل في خلال 24 ساعه في حرب 73، فقرروا ان هم يبقى لهم علاقات بالدول الإفريقية لا يفرطون بأي مصلحة منها عشان عيون العرب. طيب فده اللي إسرائيل بتعمله، فلا أستبعد على الإطلاق أن يد إسرائيل موجودة هنا. أوضح الحتة طيب. دي وعايز أقول حاجة، يعني إريتريا لما جت انفصلت عن أثيوبيا، العجيب بقى اللي كان بيمول الاثنين ويسلح الاثنين هي اسرائيل. يعني الاثنين بيحاربوا بعض واسرائيل تدي ده سلاح وتدي ده سلاح وتدي ده مستشارين وتدي ده مستشارين، وهي اللي ساعدت على ان اثيوبيا تبقى دولة حبيسة وتاخد وخدت اريتريا في حضنها. فاذا ايد اسرائيل هنا لا نستبعدها طيب. على الاطلاق وللضغط على مصر في موقفها طيب. اللي هو اتجاه غزة دلوقتي. أنا وقتي خلص بس عايزة من حضرتك تعليق حدود وطبيعة وشكل التدخل المصري أو رد الفعل المصري. التدخل أولا هيبدأ التدخل دبلوماسي سياسي زي ما احنا شايفين تمام. رقم اتنين مش سر ان احنا لينا قوات موجودة اوريدي، مجموعة بحرية في هذه المنطقة في منطقة باب المندب للتدخل ضد اي تهديد لنمنع اي تهديد. ما انا دلوقتي لازم درء الخطأ قبله، مش هستنى لما الخطر يجي للحد عندي، وبالتالي لابد من التدخل الفوري. فمن هنا لا نستبعد على الاطلاق. اولا الاشقاء في الصومال دي دولة عربية ولا بد من دعمه، فلا بد وان يكون هناك دعم ليهم. هذا الدعم قد يكون لوجستي، قد يكون دعم فني عسكري، قد عسكري بالشكل اللي هم يحتاجوه طبقا لامكاناتهم في درء هذا الخطر اللي حدده الرئيس الصومالي انه محدد له 5 شهور. ولولا الموقف المحيط بيه من كينيا ومن جيبوتي ومن اريتريا ما قدرش يتصدى او ينهي عمليه الشباب حركه الشباب دي، فبالتالي هو محتاج دعم للتصدي لحركة الشباب اللي هي عايزة تقسم الصومال أو تفرق الصومال، وبالتالي الدعم ممكن يتصاعد طبقا لاحتياجات الصومال، لأن احنا حددنا هدفنا ان هنا خط أحمر لن نسمح لأثيوبيا أن تهدد أمننا، وبالتالي كل الحلول متاحة. كل الحلول متاحة. خلاصة القول وأمن مصر القومي خط أحمر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، نورتنا. أهلا بك.